التواصل مستمر مشاهدينا الكرام، والانطلاقات مستمرة هنا على أرضية هذا الميدان. شوطنا الخامس يعلن انطلاقته مشاهدينا الكرام منذ اللحظات هنا الخاصة بالأبكار المحليات الإذاعة الأصايل. نتابع البداية ونتابع الصدارة. زعفران عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري يقدم لنا الصدارة ويقدم لنا هناك البداية الأولى. المركز الثاني ثاني المراكز هناك عندك يا المنصوري، عندك يا المنصوري. هناك ايضا القادمة بكل قوة عجيبة مطر بن محمد بن علي المنصوري مع المركز الثاني والمركز الثالث، وعد على المركز الثالث صالح بن محمد بن سهيل بن هدفة العامري على ثالث المراكز، والمركز الرابع رابع المراكز مشاهدينا الكرام. نتابع المركز الرابع المركز الرابع مشاهدينا الكرام، هذا شعار بن حمودة يتقدم على المركز الرابع من خلال تقدم ايضا مغرية محمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري. والمركز الخامس خامس المراكز هناك هملولة لمعالي الشيخ محمد بن بطيه الحامد محمد بن سعيد بن بروك الحميري من يقدم في عملية التضمير والتدريب، والقادمة للطامة لنواف بن نوح بن احمد البلوشي، والقادمة ايضا هناك دفاع يا سلام حمد بن محمد بن فطيس المري يقدم لنا دفاع في هذا التحدي الرائع من خلال ايضا تواجد هذا الشعار شعار الشاعر ايضا. والقادمه في هذه اللحظات الذيبه نواب بن نوح بن احمد البلوشي. هكذا الاسماء المنطلقه وهكذا تحدياتنا في هذا الصباح المتميز، صباح الاثاره، صباح الانطلاقه الاولى. الله يا سلام يا سلام. نتابع البداية، نتابع الصدارة، نتابع الانطلاقة الأولى. هناك التنافس على نيل ناموس هذا الشوط هنا أيضا في هذا الجو الرائع الملبد بالقيوم. نتمنى أيضا نزول الرحمة، ندعي الله أن يسقينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين، قل آمين يا سلام. نعود مع مجريات هذا الشوط، نعود مع الزعفرانة، هي أيضا من إنتاج المختبر بنت ناصي يا سلام، ناصي المختبر. هناك حايزة أيضا على أيضا شوط من الأشواط الرئيسية في شارة زايد الكبرى هناك بالميدان الوثبة منذ أيام قريبة، هي من تعلن تواجدها على المركز الأول. زعفرانة عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري من يقدم لنا هذه السلالة، سلالة المختبر التي تختبر في هذا التحدي أيضا. والأب ناصي، الأب ناصي، ناصي المختبر يا سلام يا سلام يا سلام، يقوده هناك في عملية تضميرها. هناك مختار بن أحمد يتابع أيضا تواجد أيضا اسم زعفرانة، وأيضا قالنا أيضا حاصل على الشوط الرئيسي في جائزة زايد الكبرى. يا سلام يا سلام، ركز يا مختار، ركز يا مختار على هذه الانطلاقة الرائعة. المركز الثاني هناك وعد صالح بن محمد بن سهيل بن هدفة العامري على المركز الثاني والمركز الثالث، ثالث المراكز هملولة لمعالي الشيخ محمد بن بطيه الحامد محمد بن سعيد بن بروك الحميري على المركز الثاني والثالث والمركز الرابع، رابع المراكز شعار بن حمودة مع مغرية محمد بن غانم بن حمودة الظاهري يتقدم مع مغرية. ولكن 1200 يا مختار، 1200 مع بنت ناصي على المركز الأول، بنت ناصي وسلالة المختبر. يا سلام يا سلام يا سلام، هي زعفرانة على المركز الأول، اللون ما يحتاج لون زعفراني. والأب ناصي يا سلام يا سلام، الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير، نار على علم، نعم نار على علم. عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري يقدم لنا البداية. الله يا سلام يا سلام يا سلام، المركز الثاني وعد وهي قادمة على الوعد، صالح بن محمد بن سهيل بن هدفة العامري على المركز الثاني والمركز
الثالث، هملولة على المركز الثالث لمعالي الشيخ محمد بن بطية الحامد، محمد بن سعيد بن بروك الحميري يقدمها في عملية التضمير والتدريب. يا سلام، ولكن نعود مع زعفرانه، نعود مع زعفرانه العصاف الابطال يا مختار. لا تقول له شيء، لا تقول له شيء، حايزة على الشوط الرئيسي في زايد الكبرى. يا سلام، هي الاقرب للفوز، هي الاقرب للانتصار. يا سلام، هي زعفرانه على المركز الاول، عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري نبل عصاف الابطال، العصاف الابطال يا مختار، خلاص خلاص العصاف الابطال مع تيار الوثبه، تيار الوثبه، تيار الوثبه. يا سلام، شكرا يا مختار، شكرا يا مختار، العصاف الابطال بدون اوامر، بدون اوامر. يا سلام يا سلام يا سلام، زعفرانه جايزه زايد الكبرى هي اللي راست لنا في الشوط الاول الرئيسي في سن الاذاعه. شكرا يا تيار الوثبه، شكرا يا تيار الوثبه على هذا الفوز والانتصار من النقطه الرابعه على التوالي. تهانينا والناموس عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري الثالث، عفوا، تهانينا والناموس على هذا الفوز بدون اوامر. تهانينا والناموس المركز الثاني، وعد صالح بن محمد بن سهيل بن ندفه العامري المركز الثالث، هملوله لمعالي الشيخ محمد بن مطيع الحامد، مختار بن هناك محمد بن سعيد بن بروك الحميري. يا سلام يا سلام، نعود مشاهدينا الكرام مع زعفرانه، وانتاج المختبر بلا شك مشاهدينا الكرام يختبر في هذا التحدي والعصاف الابطان. عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري، سلام يا تيار الوثبه، سلام وشكرا يا مختار.